بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان وكل اوان. فصل انجيل قداس هذا اليوم يتحدث عن دعوه التلاميذ وارسالهم للخدمه، ويتحدث عن الاحداث التي ستواجههم، تواجه خدام الكنيسه، وعن رسالة رجال الكهنوت والآلام التي يجب أن يتحملوها، وأنه يتحتم عليهم أن يحملوا الصليب مثل سيدهم. وقال لهم سوف تكونوا مبغضين كما أبغض العالم السيد المسيح. أرسلهم السيد المسيح وحدد لهم نظام الخدمة ونظام الكرازة، أين يمضون وبماذا يكرزون وماذا يعملون وكيف يعيشون وكيف يسلكون، مع نصائح للسلوك بين الذئاب والحياة، كيف يتصرفون أمام المحاكم والمجامع والرؤساء والولاة. أنهم سيرهنون ويتحملون الجلد والعذابات والأهانات، كل هذا يحسب لهم شهادة لحساب المسيح. هم يتلقون الكلمة والحكمة والنعمة من فوق علشان يفهموا المعاندين، ومن ثم يجب أن يتحمل البغضة والكراهية حتى من الجميع، لأن هذا هو شأن من يتبع المسيح، يقول لا أن نؤمن به فقط بل أن نتألم من أجله. في إرسال التلاميذ أعطاهم سلطانا، وهذا السلطان له قوة وقدرة ليعمل عمل المسيح والكرازي، سواء كان في الوعظ أو التعليم أو المعوذات أو إخراج الشياطين. هذا السلطان الذي أعطاهم السيد المسيح يتحتم عليهم كرسل أن يصونوا هذا السلطان الذي يستمدون من فوق وحافظون عليه. هذا السلطان بقدر هو سلطان، هو في الواقع مسؤولية. هذا السلطان لم يصونه الكاهن أو الرسول أو الخادم، يصونه بالروح والحق ومخافة الله وبالسيرة المقدسة وسهر الروح، فإن هذا السلطان يسحب منه وينكشف أمام أعدائه الشياطين ويتغامز عليه القطيع. هؤلاء الرسل أخذوا سلطان من المسيح ومن بره وهيبته، وصاروا أساس الكنيسة. في ذلك يقول بولس الرسول مبنيين على أساس الرسل الأنبياء بيسوع المسيح نفسه اللي هو حجر الزاوية. كيف اختار السيد المسيح رسل المكرمين؟ يذكر القديس لوقا البشير وفي تلك الأيام خرج يسوع ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة، علشان يعلمنا لما نختار خادم نصلي بل ونصوم. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 اللي سماهم رسلا. من أين اختارهم؟ عبارة عن ناس صيادين بسطاء. هؤلاء الرسل الآن هم الأمراء في ملكوت الله وملكوت المسيح، لهم كرامة وأولوية أكبر من أي رؤساء في العالم. الكنيسة عرفت أماكن وكرازة هؤلاء الرسل واستشهادهم وانتقالهم، بل أيام انتقالهم أصبحت بالنسبة لنا أعياد، تعيد الكنيسة في هذا اليوم باستشهاد كذا.
لأنه معروف تماما أن دم المسيح ثم بعد كده دم الشهداء كانت البذرة الأولى للكنيسة التي ألقيت على الأرض ونمت وانتشرت المسيحية في كل مكان. الرسل الاثنى عشر أرسلهم المسيح وأوصاهم إلى طريق الأمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراب بيت الله الضالة. كانت هذه التعليمات الخاصة بخصوص الكرازة في السامرية. الكرازة في السامرية بدأت بعد الصعود، وبعد الصعود كانت الكرازة في كل العالم كله، لأن قوة الروح القدس من العالي. السيد المسيح أرسل الاثناشر إلى بيت خراب الضالة، ولكن خراب بيت إسرائيل الضالة لبسوا جلد ذئاب وقتلوا الراعي. الرسل الاثنى عشر على مستوى 12 زي 12 سبط في العهد القديم، أرسل أيضا 70، بقول لهم وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين قد اقترب ملكوت السماوات. وده اللي نادى به أيضا يوحنا المعمدان، ونادى به السيد المسيح. كان هذا الموضوع طبعا موضوع الساعة في ذلك اليوم، أن يقول لخراب بيت إسرائيل الضالة بأن السماء مفتوحة، هي دعوة للحياة الأبدية مع الله، ما لم تر عين ولم تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر. أيضا لكي يحيوا معه بيكونون مع لباس العرس، الملابس التي يلبسونها نسيج خيوطها عبارة عن نسك، زهد، عبادة، سهر، أصوام، صلاة، خدمة، غسيل أرجل، محبة الإخوة، محبة الأعداء، حزن وضيق، تجارب وأمراض وإهانات واضطهادات، كم لاقى الرسل والكهنة لقاية الآن. إنها وقال لهم اشفوا المرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا، لا تهتموا بما تأكلون ولا تشربون، الله هو متكفل بأعوازكم، والبيت اللي تدخلوه خذوا بالكم منه يكون سمعته طيبة. لماذا؟ التلاميذ مش زي المسيح لما دخل بيت زكا العشار، ولما دخل بيت متى طبعا أيضا، لأن ما صنعوا الرب معهم لا يستطيع التلاميذ في تلك الفترة أن يفعلوه. تأكدوا من البيوت اللي تدخلوها واللي تكون مستحقة الخدمة. في مثل هذه البيوت اللي تستقبلكم كضيوف الله زي ملائكة، وكثيرا ما نسمع هذا الكلام، النهارده يا ابونا زرنا المسيح. من المؤكد ان بركة الله تحل في الحال في تلك البيوت اللي تقبل الكارز، تقبل الاب الكاهن. الاب الكاهن لما يدخل البيوت لم يأتي علشان يأخذ اجرة ولا علشان يأكل ويشرب، بل جاء من رسالة البشرى بالانجيل، يذكر الاسرة بالصلاة بالاعترافات، يسأل عن كل واحد في الأسرة حتى الأطفال، بقول لهم أرسلكم كغنم في وسط الذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. يرسلهم كغنم علشان هم من طبقة الحمل الوديع يسوع المسيح. أرسلهم كغنم وسط الذئاب، يعني أرسلهم ومعهمش أدوات دفاع، لا سلاح ولا جنادير ولا مطاوي، دي أعمال شيطانية. الإنسان الضعيف الجبان
هو اللي استعمل العنف لفرض معتقداته وأغراضه. الرب أرسلهم كغنم، حتى غنم بلا قرون ولا أظافر، والذئاب تتربص حولهم. والمسيح يؤكد لنا كخدام تكون وسط ذئاب علشان يبين لنا الخطورة المحيطة بنا ومدى خطورة الخدمة. لكن خلي بالكم، لابد أن تكون عينكم على الخروف الضال. الخروف الضال خلوا بالكم منه، لأن الذئاب نفسها عينه عليه، فخلوا بالكم. إنه صراع يا إخوتي بيننا وبين دعاة الشر، إنه صراع بينكم وبين الذئاب على فريسة واحدة، ولا سبيل لتخليص الابن الضال إلا بالحكمة والوساطة. لكن استخدام العنف وأعمال الغاب ده مش عملكم ولا وظيفتكم. أي أن كلام المسيح هنا للخدام أن يكونوا على مستوى الحكمة والبساطة في آن واحد لمواجهة الأخطار. العدو يستخدم كل الوسائل عشان يصيد أولاد الله، سواء كان في العمل، في الشارع، حتى في الجيران، وهذا ما حدث لنا. لكن خلوا بالكم، سوف يسلمونكم إلى مجالس، وسوف تحاكمون أمام الله. عشان كده بولس الرسول بيقول في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام في شدائد وضيقات. سفر أعمال الرسل لو قرناه، طبعا يحلو القراءة في أيام دي، مليان بما عاناه الرسل طبعا، وخاصة بولس الرسول. كم حكم وأهين وضرب، وأشبعوه جلد وضرب ورجم، ووقف أمام مجامع ومحاكم وحكام، وفي النهاية ماذا قال؟ جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان. شوفوا نعمة الكرادة والخدمة ومخاطر الذئاب الخاطفة وجور الحكام، كلها تأهلكم لأكليل المجد. هذه الأمور كلها عربون لنوال أكليل المجد. الرسل أكملوا رسالتهم، وبها انتشر الإيمان في العالم كله وفي كل المسكونة. في كل المسكونة خرج منطقهم، لقد كانت محاكمة القديس استفانوس أول الشمامسة، وتعذيبه واستشهاده درس لفريسي عنيد أشد المضطهدين للكنيسة في أول ظهورها، هو شاول اللي هو بولس الرسول. هذا الدرس بولس الرسول بعد ما آمن لم يكن أبدا ينساه أبدا. أصبح المضطهد مضطهدا والكارث شهيدا، ويقول للسيد المسيح متى سلموكم يحكموكم؟ متى تموت تقولوا إيه؟ لأن طبعا الحكم أي حاجة ربنا هو يتولاها. الرسل ضربوهم وعذبوهم، وماذا يقول الكتاب؟ أما هم فذهبوا فرحين أمام المجلع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل المسيح. احنا نطول أن نشتم من أجل المسيح ونكون خدام للمسيح الأمناء. ليس التلميذ أفضل من سيده، ولا العبد أفضل من سيده. يكفي أن يكون التلميذ زي معلمه والعبد كسيده. إن كانوا لقبوا رب البيت بالذعبذبول، فكم بالحري أهل بيته. إن كانوا لم يوقروا المعلم، فالتلميذ لن يحترم. وإن كان العالم يعلمنا باحتقار وازدراء، فهذا الأمر ليس مستغرب علينا، لأن المعلم والسيد قد أهينا واحتقر من قبل.
وإن كانوا قالوا عن المسيح إنه شيطان فيكبأ أن يقال على الخدام بالمثل. فإذا كان الخادم مرتبط بالمعلم والسيد وصارت له نفس المعالمة والنصيب من عدو الخير ونبناء الشر، يكون لهم بالمس حماية من الله، لأنه يقول لنا أنا هو لا تخافوا، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، بل خافوا من الذي يقتل الجسد والروح. شعرة واحدة من رؤوسهم لا تهلك، وإلهنا المجد دائما أبديا، آمين. ونيات وقنوم اسمين يسوع.